تعالوا بقى نروح لمنتخبنا، منتخب مصر اللي بيواصل تدريباته طبعا استعدادا للقاء المنتخب اللبناني في الرابعة من عصر يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله بتوقيت الدوحة، يعني الساعة 3 في القاهرة. دي انطلاقة مبارياته ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب اللي بتستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل. كمان يوم الأربعاء هيكون في مباراة مهمة جدا قبل مباراة مصر في الواحدة ظهرا، وهي مباراة الجزائر والسودان ضمن نفس المجموعة. وبالمناسبة قائمة منتخب مصر بتضم كل من في حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد، وفي خط الدفاع أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبد المنعم ومروان داوود. وفي خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السوليه، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى فتحي، احمد رفعت، محمد مجدي قفشه، حسين فيصل. وايضا في خط الهجوم محمد شريف، احمد سيد زيزو، مروان حمدي، اسامه فيصل. يعني الحقيقه يعني هنقول ايه غير ان احنا بنتمنى اكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله، لان البطوله دي تعتبر تمهيد لما هو قادم، واللي قادم ده مش شويه، بنتكلم على افريقيا وبنتكلم على تصفيات كاس العالم. فيعني ان شاء الله خير باذن الله.